إذن رئيس الدولة قرأ أيضا فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير المباركة. المراسم جرت بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح جوجيل ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وعدد من أعضاء الحكومة إلى جانب الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين بالنيابة.